السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نشوفه أول درس في السينيماتيك دي بوان ماتيريال، يعني في علم الحركيات، اللي هو لي كوردوني كارتيزيان. في لي كوردوني كارتيزيان راح نشوفه لي كوردوني تاع الفيكتور دو بوزيسيون، فيكتور دو فيتيس، فيكتور داكسيليراسيون، يعني شوية على الموضع، شوية على السرعة، شوية على التسارع. بيان سور لا باز هنا تكون عندنا هي الاي جي كا، الاي جي اي كا. قلنا الاي جي والكا هادو دي فيكتور انيتير فيكس، فيكتور انيتير فيكس، فيكتور انيتير فيكس معناتها لا ديريفي تاعهم تكون زيرو، يعني كي دير لهم الاشتقاق يعني دي اي بارابولاتي تساوي صفر، دي جي بارابولاتي تساوي صفر، باسكو راهم فيكس، صح. دروك نشوفو الفيكتور دو بوزيسيون. عندنا هذه النقطة ان، اولا شنو نديرو؟ نروح نديرو الاسقاط. هذه النقطة ام راهي في الاسباس، في الفضاء، صحيح. نديرو الاسقاط على المحور اكس ايغريك، هذه الخطوة الاولى. تكون عندنا مثلا النقطة هنا ام صغيرة، ومن بعد دير الاسقاط. احنا درنا الاسقاط في البلون اكس ايغريك، يعني في المعلم المستوي. بعد دير الاسقاط هنا على الاكس، قلنا يكون يوازي هذا، هذا يوازي هذا، الايغريك عفوا، هنا الاسقاط على الاكس، صح. نسمو هادو لي كوردوني هنا مثلا ايغريك، هنا بتيت اكس. من بعد دير هنا ثاني الاسقاط على زد، بحيث يكون يوازي هذا، فهمتوا؟ يعني هذا مع هذا متوازي. هذا انا شفناه في الفيديو اللي فات كيفاش يدير لا بروجيكسيون. تما يولي عندنا هذا الشعاع اللي هو او ام صغيره، هذا المركز او، وعندنا هذا الشعاع اللي هو ام ام، هذا او ام، صح. احنا الفيكتور دو بوزيسيون تاعنا هو او ام كبيره، يعني هذا نحوسوا على هذا احنا. هذا هو الـ OM. كما نعرفه حسب علاقة شارل، OM هذا شيء يساوي، راح عندنا هنا مثلث يساوي O بتيت M بلس MM، يعني تولي عندنا كيما هكا. هذه حسب علاقة شارل، راكم تعرفوها، صح. O بتيت M هذه كي نديرو لها الإسقاط، لي كوردوني تاعها شاهم هما الـ X والـ Y. الإيغريك مضروبة في الفيكتور إنيتير جي، والإكس في الفيكتور إنيتير إي، معنتها أو إم شتولي إكس إي بلس إيغريك جي، والإم إم شاهية هي زد، هاد لي كوردوني هنا هذه زد، بتيت زد، زد مضروبة في الفيكتور إنيتير كا، صحيح. معنتها O بتيت M هي X E بلس Y G بلس M M اللي هي Z في الكا. هذا هو الفيكتور دو بوزيسيون تاعنا في الروبير كارتيزيان، X E بلس Y G بلس Z في الكا. هذي عقلوا عليها مليح، هنا رانا خرجنا لو فيكتور دو بوزيسيون، صح. ثانيا فيكتور دو فيتيس، يعني شعاع السرعة. إذا عندنا سرعة النقطة M بالنسبة لهذا المعلم كارتيزيان نسموه R مثلا تساوي، احنا نعرفوا بلي السرعة تساوي اشتقاق المسافة اللي هو الفيكتور دو بوزيسيون، طيب. الفيكتور دو بوزيسيون هو المسافة بين النقطة O و M، كنا نحسبوا فيها يعني الشعاع هذا المسافة.
كنديروا له القيمة المطلقة يعطينا مساف، صح؟ إذن يساوي، قلنا الاشتقاق بالنسبة للزمن، الفيكتور دو بوزيسيون اللي هو الـ OM، صح؟ الفيكتور دو بوزيسيون هو اللي حسبناه XE plus YG plus ZK بارابوراتي، صح؟ عندنا هذه واحد XE وحدها، والإيكغيك جي وحدها، والزد كا واحد، يعني نعتبرهم دوال، صاي؟ مشتقة إكس إي بالنسبة للزمن، هذه راهي من الشكل إي في الفي فتحة، اشتقاق تاعها هو إي فتحة في الفي زائد إي في الفي فتحة، معناها شتولين مشتقة إكس بالنسبة للزمن مضروبة في الإي زائد مشتقة إي بالنسبة للزمن مضروبة في الإكس. وحنا شا قلنا؟ قلنا هاد لي فيكتور إينيتال تاع روبير كارتيزيان سون فيكس، معنتها الاشتقاق تاعهم يروح بالزيرو، معنتها دي إي بارابوراتي تروح بالصفر، هذا كامل يروح بالزيرو. شا تبقى لنا؟ دي إكس بارابوراتي هي إكس بوان، نرمزو لها بإكس بوان، مضروبة في اي في فيكتور انيتال اي. نفس الشيء بالنسبه لمشتقة اي فوا جي بالنسبه لمشتقة زد فوا كا، معناها في الاخير شتولين شعاع السرعه للنقطه ام في المعلم ار يساوي اكس بوان فوا اي بلس اي بوان فوا جي بلس زد بوان فوا كا، وهذا هو شو على السرعة اللي هو الفيكتور دو فيتيس، صاي؟ على هذا كنت نقول لكم بلي هادو فيكس الاي و جي و الكا، المشتقة تاعهم تروح بالزيرو، تما في الاخير يبقى لنا كيما هاكا في شو على السرعة اكس بوان فوا اي بلس اي بوان فوا جي بلس زد بوان فوا كا. دوك نروحو فيكتور داكسيليراسيون، شو على التسارع داكسيليراسيون نرمزو لها بغاما ولا ا، المهم ما يهمناش الترميز. تسارع النقطة ام بالنسبة ل ار، هنايا شعاع ما تنساوش، صح حنا نعرفو بلي التسارع هو الاشتقاق تاع السرعة، وفي نفس الوقت هو الاشتقاق للمشتقة الثانية الشعاع الموضعي اللي هو ال او ام، صاي؟ معنتها التسارع تاع ام بالنسبه ل ال يساوي مشتقه السرعه في دو ام بارابور ا، صاي؟ في نفس الوقت يساوي المشتقه الثانيه بالفيكتور دو بوزيسيون، صاي؟ عندنا هذه هي السرعه، انت نديرو التعويض اكس بوان ايغريك بوان فوا جي بلس زد بوان فوا كا بارابوراتي، صح؟ نفس الشيء كما درنا هنا، نروح نقبضوا كل جزء من هذا ونديروا له الاشتقاق، عندنا دي اكس بوان فوا اي بارابوراتي شاتوسير، هنا راهي زوج دوال اي فوا في، صاي؟ معناتها تولي لنا دي اكس بوان بارابوراتي فوا اي بلس اكس بوان فوا دي اي بارابوراتي دي اكس بوان بارابوراتي اكس بوان زيد تشتق تولينا اكس دو بوان فوا اي، هنايا دي اي بارابوراتي هذه شا قلنا تروح بالزيرو، معنتها شا تبقى لنا اكس دو بوان فوا اي، نفس الشيء بالنسبة لإيكغيك بوان فوا جي وزد بوان فوا كا، معنتها فيكتور داكسيليراسيون بلينا اكس دو بوان fois i plus y de point fois g plus z de point fois k. D'ailleurs, on a fait le choix de tesser.